أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم ديوان المظالم. من منا لم يسكنه الوجع قط؟ من منا لم تلفح ريح الفراق بين حين وحين؟ كلنا مسكونون بالأوجاع، وخيرنا من صبر وتجلد. هي كانت قرة عينهما التي لا تنام، هو كان نبض قلبهما الذي لا يتوقف. فجأة وفي غمرة السكون ولا حرب، استقر سهم الغدر في الصميم، ليمتزج الموت بالرحيل ويصطدم الحلم بفزع اليقظة. واقع أليم وتجربة أمر جعلت عائلة صلاح الدين نصراوي تحتسي كأس الفراق على جرعات، آخرها رحيل الابنة زينب رحمها الله. كيف كانت البداية وما هو أصل الحكاية؟ أكثر التفاصيل نسوقها إليكم أعزائنا الكرام في حلقة اليوم من الديوان، تابعونا. اعتقلت نهار 21 أكتوبر 1991 الكبارية. وقتها جاوني في الليل، دقان الباب معايا حكاية ساعتين ونصف تقريبا. كي حليت الباب نلقى واحد شاد فرد، معناها مشهر المسدس مباشرة في وجهي. كي خرجت برا معناها نلقى كاميون نتاع باب وكراهب. انا انفقنا كان مضي ساعتين ونص، كيفاش يخلعوا في البيبان الزوز. قام زوجي حللهم الباب وكل شيء، ديرك شد المسدس عليه وكله، قال له انت سلاح الدين النصراني، قال له اه. حصلوا وقفوه ودخلوا، ما نعرفش قلت 30، قلت ما فك الليل على ما الفجعه والرعب، ولادي مرضى وكل شيء وترعبوا والكل، ما الواحد ما نجمش يحصي العدد قداش. وهما في الفتره هذه واحد دخل بيت النوم، واحد دخل طلع على السطح، وواحد دخل بيت البان، وكل واحد فين دخل يفركس، والاخرين شادين وهما حاصرين. قلت لي دخل، هو واحد منهم هذا اللي يقود في المجموعه دخل بيت النوم. كل دخلت انا جرت، قلت له انت جاي تز في الراجل، ولقيته الوش داخل بيت النوم. اخي بدا يسمع فيه في الكلام، وواحده شد الشهر المسدس في وجهي، معناها قال لي يخرج ولا تو استعمل معاك القوه. وهما بطبيعتهم اذا كان يدخلوا شي يلقاو، يلقاو ذهب يهزوا، يلقاو فلوس يهزوا، يعني ديريكت يدخل القائد نتاعهم يدخل بيت النوم باش اللي يلقى يهز. حسيلو من ماضي ساعتين ونص خرجوا الأربعة غرباء، هما يفركسوا، واحد ولادي مرعوبين والكل، وإحنا مسيبناش في الفترة هذه قبل، معناه من قبل ماضي ساعتين، فاش مشاو لدارنا. نحنا راقدين ماضي ساعتين و معناه ضربوا الباب ضربتين وبعد خلعوه ودخلوا بالعصي، والواحد ما لقوش سلاح ولو هزوا بابا وخويا على اساس انهم باش يعرفوا منهم الدار فين وكل ما شيء. وهو وقتها مازال كي كريب حذانا جديد وكل ما شيء، خويا معناها اللي ما يعرفش الدار بالقدام، معناها كان نحنا نمشوا لاختي ومازلنا وقتها تنقل في الدبش وكل ما شيء. بعد مشوا لدارهم، خذوا هزوا خوه وراهم الدار اللي كراها، شدوا سيد سلاح عنده موتور وقتها هزوه له، وخلوا ولادهم معناها يبكيوا كي شافوا بوهم كيفاش معناها ما ترشوا فيه وكل ما شيء، وبك العصي وبك الواحد. بقاو معناها بريود شوكي من الفازة ذيك، كي شافوا بوهم كيفاش وكيفاش خرجوه بالطريقة المهينة واحد وكل شيء. بعد حصلوا سيبوا خويا بابا كي تشد رجل اختي. ملي شدوني وقتها هزوني للقرجاني مباشرة. التعليق في وقتها نتذكر وقتها جلات، معناها تصور معلق لي، معناها عاري تقريبا تماما، وياكل في اللبلابي، انا معلق ويضرب، معناها هو ياكل في اللبلابي. وقتها من وقتها معناها بدا كيما قلت لك التعذيب. غاديك جاني الجوادي وجات مجموعه اللي معاه، خلي حتى احنا نلوجوا عليك او لقيناك، هزوني البشوشه، من بشوشه معناها طلعوني فوق، خلوني تويك اشوف راك تو عباره دخلت في باب جهنم. ابدا اتكلم ايش عندك؟ قلت شو باش تتكلم، شو اللي عندي؟ فهمني؟ يعرفوا معناها كان الضرب الجوادي، خاصه الجوادي هذا معروف محمود الجوادي، واحد من الجلادين الكبار، كانوا عاطينه رتبه يسموه المفتش اكبر، فهمت؟ معناها الكفر والسبان الدين
يخرجوني مثال مع حكايه العشر ونصف تاع الليل الطاق الثاني ولا الثالث مانيش مثبت على خاطر يطبسوا لي راسي بالقوه هكا يقولوا لي تلفت على اليمين على اليسار ندخل نلقى غرفه فاك الفتره هذيك معناها الدنيا بارده شبابك محلولين نشوف في اثار الدم اللوطه يدي معناها عصي نتاع يدين باله معناها وحاجات في الكابلوات كل شيء والكلام الزايد والاستفزازي واحد يقول لي هاني كنت انا حرمت عليه السكره والاخر حرمت عليه من عارف شنو حرمت عليه كذا يتكلم حط شو باش يتكلم علقوا هذا يعلقوني وقت يضربوا معناها تحت ظهري بالضبط معناها البلاصه كاين ماء كلها ماء معناها من العرق ويبدا يمس لي في كتافي يقول تعمل في السبور انت تعمل في المسكلات فهمت شنو وقت اللي ندوخ يصبوا علي الماء وزيد يعاود وهكاك معناها بالتعذيب حاصل معناها المسائل هذه يمكن برشا ناس تعرفها بعد تقريبا ثلاثة ايام دخلت في حاله غيبوبه معناها وقتها الخيان يحكيوا لي من بعديك قالوا لي راه قالوا ما ذاك كان بالزيدوه راه باش يموت وفاء ولوا هزوني المستشفى تابع يظهر الامن في المرسى نتذكر وقتها شويه وعي هكا نحس ملوحيني معناها على القاعه والعون بالبرودكان تاعو ثم عون بالبرودكان يعفس لي على الصبع نتاع ساقي من لوطه كي يشوفوا فيه معناها نفايق ولا لا فهمت شنو طلعوني في مان نتاع كرفه من التالي وهزوني للمستشفى المرسى عدا وقتها اللي نسمع فيه وقتها خلوا اعطي شو الاسم خلوا حط الباهي الاضغم ربما انتم ثم في صغار ما تعرفوش الباهي الاضغم هذا كان وزير اول في عهد بورقيبه من الاول فهمت اعطوا الاسم هذاك علاش يقول خال باش حتى واحد ما يعرفني حتى اذا كان ثم ممكن شرطي مثلا يعرفوا شرطي يعرفني من الحوم ولا حاجه يطلعني اعطوا الاسم هذاك معناها باش ابقى مبهم واشيع البرة اني معناها استشهدت معناها توفيت بقيت تقريبا 41 يوم في بوشوشه من الجمله معناها الاشياء اللي نتذكرها وما نجمش انساها بكل كان بجنبي واحد معناها وقتها كي يحطونا في الكولوار نتاع بوشوشه فك البرد هذاك حاطيني على الزليز تصوروا قاعدين على الزليز معناها اكرمكم الله معناها تصور حير العذر هذاك فهمت شنو كان بجنبي واحد راقد على جرايه موس معناها عريانه هكاك عاملين له مسكين في ساقيه دوبل فراكتور في الساق اليمين وفي الساق اليسار تصور الجبس معناها من تقريبا من الكعبه نتاع ساقه حتى لهنا كان معناها اكرمكم الله يقسم في طاسه نتاع 5 كيلو بجنبه كان مسكين يقرب شوي باش يخليني النجم نتك على جنبي والله كنت وقتها سبحان الله مشاهد ممكن واحد كان يتفرج في التلفزة في الرسالة وغيرها ما كانش يستوعبها ممكن يمر بها مرور الكرام معناها تصوروا ما نجمتش باش نتنقل نتحلحز شوي من كثر التعذيب ما نجمتش نتحلحز شوي باش نجي فوق الجراية بجنبه هذه من الأمثال وقتها نذكر من أخوتي زادة وقتها اللي تقابلت معاهم غاديكا كانت عندي وقتها شلاكة والدنيا باردة يخرجونا الصباح في بوشوشة معناها مع السبعة البرة فك البرد كنت عاد عندي فردتين شلاك انا اعطيه فرده يقف على هو وفرده يقف على انا بعد شهر واربع شهر وعشر ايام انا عارفه عليه حتى شيء يوميا نمشي نشيع اولادي يمشيوا للخزنه دار يقرا ونهز بنتي معايا خذت ما تقراش 3 سنين ونص ونمشي للمحكمه يوميا نمشيوا للمحكمه باش نشوفوا جابوهم ولا لا 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 هكا حكملت الشهر وعشر ايام جيبوه انا وقتها خارجه من المحكمه والكل وانا لقيت القائد نتاعهم قائد الفرقه اللي جاي هزو غير ما انا شعرين شديته منا الكرافات نتاعو قلت له وينو زوجي قال لي يا مدام مش بيك قلت له زوجي انت اللي جيت هزيته قل لي عليه كانوا ميت قل لي مات وكانوا حي قال لي ليه بالك جاو هزوه اصحابه بالك جات فرقه اخرى قلت له لا انت اللي هزيته قولك تعمل لي الشوهة قدام المحكمة وكل شيء اللي بدا يا مدام عقل روحك على شختي ويهديك ربي وندرى شنو قلت له شبيكم انتم كي جيتوا ما جيتوش بالعقل وما جيتوش بالسياسة وما جيتوش قلت له عائلة كاملة رعبتوه وصغار مرضى كيراني شديت فيه صحيح قولك تعمل لي الشوهة قدام المحكمة قال لي شو اسمه قلت له صلاح الدين النصراوي قال لي جبنيه تو طالت المحاكمة تقريبا معناها بقينا 4 سنوات يظل لي باش معناها حاكمونا 4 سنوات لأن احنا في القضية تقريبا 40 واحد من الكبارية ومن الملاسين ما عرشوا تصوروا جابوا واحد قالوا لي هذايا معاك ولد قضيتك منين هذايا من الكاف قلت له المرة جاي جيبوا لي واحد من الصومال وقول لي راه ولد قضيتك زاد هذايا فهمت شنو معناها نخرجوا ويرجعونا كل 15 يوم شهر ويرجعونا حاصل تقريبا بعد 4 سنوات تقريبا تجي في 4 سنوات
أربع سنوات تقريبا 94 ولا لا 96، على خاطر خلطت عليه قضية ثانية. من الأول كنت 8 شهر، عام وشهر، زوز قضايا ضموهم لي بقاو عام وشهر. كي وقت لي أنا معناها وصلت 8 شهر قريب نروح، خلطوا علي قضية أخرى تحكمت فيها ب 12 و4 شهر. بقات أختي لها محالة صابرة وكل ما شيء، طلبوا منها قالوا لها معناها نعملوا لك اللي تحبي، معناها اللي تصوري بنتك نعملوا لها شهادة اللي هي معاق، وقت حتى في الشهادة اللي هي ولادها معاقين ما احنا ما حبوش يعطوها لها في البريود هذيك، حتى معناها الكارنيه المعالجة، حتى معناها صعبوا عليها الظروف أكثر ما يمكن، فهمت؟ بنتها الصغيرة ما شاء الله متفوقة في دراستها وكل ما شيء، حتى كي يعطوها معناها شهادة باش تاخذها وكل ما شيء ما يحبوش يعطوها لها، قالوا لها معناها إذا كان توصل تطلق، معناها تطلب منه الطلاق وتطلق، نحن نوفروا لك الظروف الكل. نهار عرس خويا وقت اللي هو في السجن، نهار عرس خويا نهار اللي نعشيه وإحنا في العباد وكل شيء، جاي من جماعة المركز متاع الكبارية حكيو مع بابا كل شيء، ومن بعد قالوا زوج صلاح الدين نصر البحذية، قالوا عيتينا هنا معناها بحكمنا واختهم الكبيره وكل، وانا اللي ليه بالعبيد خرجت لهم. قال لي، قلت له تفضلوا مرحبا. قال لي جينا نزوروا فيك. قلت له تفضل مرحبا، تحبوا تعشيو؟ قلت له تفضلوا تعشيو. قال لي لا بارك الله فيك، ما يتفضل ما شنو من بعد اذا كان ما كنتش باش تعشيو شنو؟ قال لي لا جينا نطلوا عليك. قلت له ماهوش مناسبه بتاع طلين هذا. قلت له تحبوا تعرفوا شكون انا خاطر فهمت. قلت له تحبوا تعرفوا شكون جاي؟ قلت له تفضلوا تعشوا، تو نحط لكم كرسي وشوفوا شكون يدخل وشكون يخرج، واللي حاجتكم به باش يجي يشدوه. قال لي نعرف انت ديما لسانك طويل. قلت له ليه هذيك هو مال الوجه جايين تزوروا فيه في مناسبه نتاع فرح، وانا ليه يا كل وانتوا جايين تزوروا فيه هكا هو. قال لي ليش جينا؟ قال لي جينا نتفقدوا. قلت له مالا نيح. قال لي شوف قال لي العبيد انا شنو عملت لهم بالعام؟ هما واقفين يجي حد باش يدخل لدارنا وكل شيء، الضياف اللي جايين نمشي نقول له سامحني نستقبل الضياف، ومن بعد يقعدوا يستنوا نمشي نستقبل الضياف اللي جايين ندخلهم من بعد نرجع لهم. قال لي شوف العبيد اللي داخلين شنو لابسين، وشوف انت شنو لابسه. أنا وهذي من فضل الله ومن فضل ربي سبحانه وتعالى، عمري ولا بينت لهم ضعفي بالكل، ديما نحس روحي بالحق نخرج للشارع ولا يجوني هما، نحس ربي يعطيني قوة من عند الله مش من عندي، نحس ربي يعطيني قوة وشجاعة، ونحسب ما نحسبهمش نحسهم ماهمش ولا شيء. قال لي شوف العبيد اش لابسة وانت اش لابسة. قلت له اسمعني أنا مولات فرح وخسر يدي، قلت له بالماكلة ونعشي في العمل. قلت له زيد نصيف ساعة ورجع أطلع للسطح تلقاني أنا مطيحة عليهم الكل. قلت له ما تقولش في القرار، ما تقولش مساكنة، ما تقولش ما عندهمش. كي قلت له وين هكا، قال لي الحاكم قال لك طلقوا، قال لي نحي الخمار، الحاكم قال لك نحي الخمار وطلقوا توجيب الكسيدو. قلت له وين مع كامل احترامي للرجال اللي تستاهل، قلت له ريت الظفر ذاك يقصوا ويلوحوا من القشسيد. في الأثناء هزوني السجن جندوبة بالريج هذا، بقيت فيه شهرين. في الفترة هذيك بالذات معناها وقت اللي مشيت أسبوعين وتوفات الوالدة، وكان معناها كانت تأثر كبير ياسر، لأن الوالدة رحمها الله معناها كنت وأنا معناها في الفترة متاع الإيقاف كنت نقول لهم أنا أقولها راه هو في المغرب ماهوش في تونس، على خاطر نعرف كان سمعت بيه أنا في السجن راهي ماتت. تصوروا الوالدة معناها كي تسمع السيارة متاع الشرطة في النهج معناها تبدا تخبي في راسها، معناها تبدا تسكر في أذنها، تقول مخاف لا يجو يهز ولدي، فهمت شنو؟ الفترة الكل معناها وهي وقتها مريضة، ربي إن شاء الله يرحمها بالقوة، فهمت معناها اللي معناها عندها كأنه كونسير في المخيخ، معناها عانت بيه وتوفات معناها في سنة تقريبا 94 تقريبا. أنا بعد ما مشيت الجندوبة وقت توفيت أمه والكل، أنا ما حبيتش نقول له، قلت لهم ما نجمش خرجها أنا باش نقول له أمك توفيت ما نجمش. هزيت معايا أبوه وقتها هو في الجندوبة، قلت له على قليلة أنت راجل كبير وتصبر وتعرف يا أخي، مشي معايا والكل. مشينا زرناه، وقت اللي زرناه
وكلنا كي منعاتي كي ندخل نلقى ولادنا الكل في نسلم عليهم السلام عليكم لباس لباس ومن بعد نمشي له ليهم ونحكي معاهم الكل. يا اخي كي عادتي ديما نضحك كل شيء السلام عليكم لباس عليكم ماذا بي اي حاجه اللي خبر اللي يجيب لهم الالم ولا يخليهم شي حزن ماذا بي ما يسمعوش بيه. صدقني نبدا نوصي في اي اخت نلقاها ولا حتى لوزيتي كيمشي معايا خويت صلاح الدين كلهم عندكم مشكلة عندكم حاجة ما تخبروش وعلى خاطر ما نجم يفيدكم بحد شيء. هذيك باش يزيدوا كان حسرة باش يزيدوا كان ألم حتى ما نجم يعمل حتى شيء. كي دخلت والكل كي عادتي لباس لباس أخي هو خمر أمه يسمع به مريضة قال لي أمي لباس ما نجمش قل له حتى شيء. بعدت أنا لتالي وقدمت له بوه قالوا بابا أمي لباس قال له توفيت ما نعرفش هو ما سمعوش ما نعرفش هو ما قبلهاش خاطر كي عاود له قال له نعم بابا قال له امك بعيني معني بالاشاره قال له صار الدوام لله. هو وقتها ما فهمش ايش يعمل يرجع يلغي الزياره. اول مره انا ريته يبكي وريته يعني تحسيته ما لقى تصور قلت لك تبهذل يرجع يلغي الزياره باش يضرب راسو على البرير قعد. يا اخي انا كي ريت حمويه في بالي حمويه باش بوه معناه باش يكلموه وصبروا لقيته يبكي ليت جبته هو بعثته حمويه قلت له لا اله الا الله يا صلاح الدين قلت له لا اله الا الله محمد رسول الله قلت له ربي سبحانه وتعالى هي مرضت وتعبت وحمد ربي ماتت وهي راضيه عليك لاخر لحظه وهي تدعي لك بالخير وتقول ربي ان شاء الله معاه. كنت نتصور اني باش يخرجوني على الاقل نحضر الجنازه معناها حتى ساعه نتاع الجنازه في المقبره ولكن كان هذا خاك معناها ممنوع بالنسبه لنا احنا معناها قضيه اسلاميه معناها يسمونها انتماء داخل السجن معناها ممنوع باش تخرج بينما مثال يبدا واحد حق عام من عرش اي قضيه حق عام معناها يخرج معناها اللي يحضر الجنازه على الاقل معناها تمشي معاه السياره نتاع السجون ويحضر الجنازه ويروح احنا لا وهذا اللي خلى حرقه ربما كثيره نفسانيا تعب برشا. من بعد جات معناها فترة كيفاش تطلع تمشي للحبوسات كل مرة يبدلوه من حبس لحبس وهي تتبع فيه مشى للمهدية مشى من 9 أفريل هزوه المهدية وهزوه الجندوبة هزوه البنزرت البرج الرومي أخر ذاك أخر حبس تهز ولادها هذوكم الزوز في كاروسة وتهز القفة وتهز ساك الحوايج وتطلع بهم تصور انت فيك الجبل نتاع اسمه وساعات تمشي ساعات ما يخلوهاش تدخل على الخمار معناها اللي تعبوها وعبثوا بحالها معناها برشا 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 برشا. تصور وقتها زوز صغار معاقين معناها كي باش نهز ماكل نشد واحد نحط كرتابة على اليمين وكرتابة على اليسار ونشد واحد منا وواحد منا مزيل ونمشيو شوية شوية ما نجموش يمشيو حد تصوروا المحطة متاع المترو بعيدة شوية ما نوصل بيهم كان يعلم ربي كيفاش نوصل بيهم. كي نمشي ونزوروا بابا في 9 أفريل يخليوا ورقتنا نحن من آخر الأوراق خطر سبحان الله أمي بالرغم يعني الشيء اللي عانيته والمصاعب إلا أنها تحاول ديما تكون تظهر روحها قوية واحد هما بالعاني باش هكا يهينوها ويذلوها ديما يخليوها الأخرانية عاد أنا اش نعمل ماني صغيرة ما يشوفونيش واحد وكل ما شيء نتزرف فما دو شامبر هما في 9 أفريل واحد وكل ما شيء أكل ندخل كان نلقى بابا ديجا خرج واحد ونسلم على عموميتي اللي غاديكا
نخرج نجري لما نقولها راه بابا جي، تولي هي تدخل وواحد وكل ما شيء وتخليه من بعد نرجع انا باش نهز الورقه، ولا ساعات تخليه لين هو يجي يجيب لنا الورقه. تفكر الاروقه نتاع يعني نتاع حبس 9 ابريل، نتفكر وقتها زاد كيفاش نمشيو للمهديه وما تهزنا انا واسامه الله يرحمه زينب. قبل امي كي تبدا باش تمشي لبابا للزياره واحد وكل ما شيء، تحاول انها تحضر له احسن ما تنجم، فهم كيفاه من القفه واحد كل ما شيء، باش هو يقول راه الحمد لله يعني هما واجدين وما همش مستحقين. عاد انا نمشي لبابا في الزياره نقول له يا بابا راني باش نشكي لك من ما، يقول لي شنو اش عملت لكم؟ هو مسكين يتفجع يخسي بضرب بيتنا ولا حاجه، ونقول له ليه يا بابا راي امي تختار لك انت الغله الكبيره وتخلينا نحن الغله الصغيره. اول زياره لبوهم في بالهم معناها تمشي يمشي ويزوروا الكل، في بالهم باش يحضنوه وكل خلقوا كرياج ما بيناتهم. اكلي تصدموا بالاخص ولدي حساس برشا، رغم هو ما شاء الله هو في العمر صغيره ما المخ بسم الله ما شاء الله، يبدا يصبر فيه ويقول لي ماما اصبري ان الله مع الصابرين. يا ماما الصبر مفتاح الجنه. الباهي انهم في ولاد اختي ما شاء الله عليهم، تحسهم انهم عارفين القضيه وفاهمينها بالعمر الصغر السن نتاعهم، لانهم متقبلين الامر وفاهمين. خاصه عندي ولد اختي الله يرحمه صغير في العمر، الا انه مخه ما شاء الله عليه بالحق كبير كبير كبير، واعي لكل معناها حاضر على كل التفاصيل معناها متاع بوه وكل ما شيء وصابرين. يعني زينب واسامه زوز كانوا قبل يعني كانوا يمشيوا، انا الفتره اللي كانوا هما فيها يمشيوا انا مانيش ما نتفكرهاش بالقدا، فهم كيف؟ خاطر انا وقتها صغيره بالقدا، اما بعد يعني كي كبروا شويه وبداوا يقراوا في المدرسه الابتدائيه بداوا يترخفوا بشويه بشويه، يعني عندهم نوع من الضمور في المخايخ اللي يسبب الواحد الاعصاب المتحكمه بالحركه واحد وكل ما شيء، تخليهم يعني بشويه بشويه ما عادش ينجموا. اسامه ولدي رحمه الله وقت توفى تصور 15 يوم وهو راقد معناها في المستشفى نتاع الاطفال مريض، وهي تجيني للزياره تجي تضحك وتجيب لي قفه وكان ما ثم حتى شيء. وقتاش نفيق معناها بولدي اللي هو كان في السبيطار وخرج، بعد ما يخرج تقول لي ما اسامه روحت بيه، قلنا فين روحت بيه فين كان يا خيو؟ تقول لي لا راهو كان في المستشفى، غير شو ما حبيش يقلقك راهي حاجه خفيفه وكهو. مره حملته من غاديك من المستشفى وهزيته و... زاربوه الكل، وهذيك اخر مره اللي راه فيها ابوه ملي تخلوا هو يبكي للي خرج، تقولش عليه في البكاء هذيك يودع فيه. كملت رجعته للمستشفى الكل، ومن بعد بقى حسيلو المده الكل بقى فيها 23 يوم في المستشفى، ومن بعد خرجته يوم الجمعه وقتها مع ماضي ساعتين ونص حطيته كان هكا على جري والكل كل حملت وانا قلت له اليوم ما حملتكش يا وسامه تجي عندي في حجري، قال لي نقعد عندك. وقت اللي قعدت عندي في حجري وكل حسيته تبدل يديه يبسو هكا، وقال لي يا ماما فرح فرح، قال لي يا ماما انا ارتحت وكبرت، يا ماما انا ارتحت وكبرت. مع انه صغير في السن عمره 13 سنه وقتها، صلى العصر بعينيه هيك اللحظات الموت نتاعو كيفاش ربي عطاه نور وك الجبين كيفاش عرق، ويقول لي يا ماما الاول مره قال لي ماما العلوش مات، قلت له به العام الجاي ان شاء الله، انا في بالي يحكي على العلوش، قلت له العام الجاي نشري ولدي علوش كبير قرونه من الوية. ومن بعد صحك قال لي ماما انا ارتحت وكبرت. عندي خويا هو متعلق به برشا، قلت له قد خالي فتحي، قال لي ليه؟ قلت لك ارتحت وكبرت. صحك قلت له شنو وريت يا وسام؟ قال لي ماما خلينا نرقد شوية ومن بعد نقول لك شنو اللي ريت. لا اله الا الله محمد رسول. بعد قال لي ماما هبطني، هبطته قال لي حط لي زوز مخادت، حطيت له قاعد يحكي معايا حط لي خلق. قل يا الله يا الله يا الله، ويسيح ويعيد قل يا الله. قلت له بابا تكلم عيد قول بشوي اذكر ربي بشوي الجيران تسمع، رغم ما كان ما بتكلم بالسيف لكن الفترة ذيك صوته تسرح ولا يعيد بالقويك بصوت عالي. اختي وقتها مونيا بحذاها وما حبش تقولها راه توفى وكل ما شيء،
وتصوري انت وبنيتها صغيرين وقتها زينب وفيداء طيب وفي زوج جديدة في العيد الكبير ثالث عيد كبير. هزت قالت المونيا اختي قالت اش بيكي هزه اسامه معناها مخرجتيه كيك بلاش تبش بلاش حط شيء. قالت لها لي راني باش نهزو لهنا للطبيب وتعب شويه باش نهزو للطبيب وهو ميت معناها فيداها تصوري انت تحملو خاطر هو قبل ما يموت طالب من ام قال لها نحب نموت في دار ماماتي اللي هي ام حفصه ونحب نخرج من غاديكا معناها مدفينتي. هزيته قلت لها نمشي اسامه تعب باش نهزو للطبيب قلت لهاش توفى هزيته والطبيب هذايا ما بين داري ودار امي قلت لها اسبقني انت قول لامي افرش الدار واسامه تعب. دخلت انا هزيته محملته لحد الان مانيش عارفه سبحان الله كيفاش القوه جاتني كيفاش حملته كيفاش هزيته لا اله الا الله. دخلت انا للطبيب قالت لي السكرتيره نتاع الطبيب قالت لي اقعد في الصاله قلت لها ميت ولدي ميت في يدي ما نقعدش انا في الصاله. هي دخلت للطبيب وانا دزيت الباب بساقي ودخلت قال لي شبيك يا مدام قلت له ولدي ميت في يدي وتقول لي استنى قال لي شكون قال لك ولدك ميت قلت له وينه نعرف اللي ولدي ميت عدت عليه قال لي هز روح بيه قلت له صحيح انا جبت ولدي ولكن انا جبت لك خاطر ما عنديش شكون تعطيني بيه ورقة الدفن باش نندي قال لي يا مدام هز ولدك وروح بيه تو انا نجيبه لك كيف ما راني هكاك قل لي مثبتة انتي امه قلت له وين ثبت انا امي كهو خرجت بيه وكل ام والطبيب يتبع فيا حتى برا قلت لك معناها ما نعرفش انا قلت تيش في الشارع ولدها يتحمل يديها ولا حاجه ولكن ربي انا ثبتني واعطاني قوه والحمد لله كهو خلطت عليا امي قلت لي شبيه قلت لها تعب ما حبش نقول لها توفى قلت تيش في الشارع تعمل شي شوشة في الشارع وكل وهي خارجة جماعة صلاة الجمعة هابتين فما ناس نعرفهم كل ما شيء قالها شبيه وسامة قالت له رو صاي رو متوفي كل ما شيء ياخذوه عادة حملوه كل ما شيء وجابوه للدار معرفوه معناه أمي وعائلتي توفى إلا ما الراجل حطه بعد ما فرشتينه وحطه كل شيء قال الله أكبر إن الله هنا لا يراجعوا وقتها عرفوه توفى وكل وسمعوا جماعة المركز حدينا كل شيء ماشيين جايين يشوفوا يلاحظوا شكون اللي جاي شكون اللي باش معناها يقوم بالدفن بالاجراءات نتاع الدفن شكون ماشيين جايين حاسبوا الكهرباء واقفه قدام الباب تركنينها شويه هكا واقفه وهما جو كل لحظه ويطلوا ويدخلوا ويشوفوا شكون جاي وشكون وقتها لهي في ولدي مانيش لاهيه بيه الحمد لله ربي ثبتني واعطاني الصبر والحمد لله اللي هو في سكرات الموت نقول له يا ربي يعطيني الصبر على قد محبته نقول له يا ربي ان شاء الله خسرته في الدنيا ما نخسرش في الاخره خاطر انا ما حسيت بفراغ وحسيت بوه تشد توقف الا كان كيمات هو صدقني يا بنتي هو في العمر صغير ولكن في المخ ما شاء الله واللي حز في نفسي قبل ما يموت بثلاثة ايام قاعد عندي هكا البنك والبنك مقابل الشباك وهو في البنك هذاك وانا عندي اللي في ساكنين فيه بيت وكوجينا هو يقدر ويعيط يقول يا بابا يا بابا انا تفجعت قلت شبيه معناها بسم الله الرحمن الرحيم مشيش مخ طليت عليه وقلت له شفيك تعيط لبوك ما تعرفش بوك وين قال لي ليه هاكا بابا وين واقف في الوسطية يا بابا ادخل يا بابا يقول له ادخل شفيك واقف غادي مشيت عدينا نبوس فيه ويقول له يا بسيمة اصبر بابا تو ربي يفرج تو يروح بوك وما يدوم حالك قل لي نعرف يا ماما نعرف تو بابا يجي نهار ويروح قل لي مش هما حكموا عليه ماما راهو تو وقت اللي يحب ربي سبحانه وتعالى حكمهم هما ما يتنفذش بوه ما سمعش من الاول بحكم قتلهم طاطا في الحبس وكل ما شيء ما حبوش يخرجوه قتلوا معناها راهو تعب من الاول من بعد قتلوا كي مات وكل ما شيء وما حبوش يخرجوه من بعد قتلوا راهو توفى انا ما حضرتش معناها في حالته كيفاش صار فيه اما طاطا تحكي معناها تاثر قتلي برشا و ماك تعرف واحد كي بدا ولده هذا واحد وكل شيء بعيد وما شافوش معناه ما شافوش كيفاش مرض واحد وكل ما شيء اكل لي تعب نفسانيا برشا برشا
غريب ما سمعناه وشاهدناه إلى حد اللحظة. قد تظن عزيزي المشاهد أن عناء هذه العائلة بلغ حده الأقصى وأنه ما من مشقة تضاهي مشقة فقدان الأحبة، لكن ومع الأسف طغيان الظالم فاق الحد لتكون الضحية هذه المرة بنتا قصيرا لم تتخطى بعد ربيعها 16. لفقت إليها أخطر التهم لتجد نفسها في قفص الاتهام، والتهمة إرهابية مع إيقاف التنفيذ. إليكم التفاصيل. أنا دخل السجن، خرجوني القضية الثانية، معناها نلقى منيا وقتها، معناها هي بنتي، ما ثبت بنتي لأني أكبر من أسامة تقريبا 3 سنوات ولا 4 سنوات. فشنو تفاجأت شو اللي ثم، ما عنديش عليه حتى فكرة. تلميذة تقرأ عادية وتلميذة ناشطة وكل شيء، فهم شو خلي معناها هاي معناها في القضية، أنا قضية خطو فهمني، خلي القضية بتاعكم أنت خطو، هذه معناها ما عندهاش حتى علاقة بي. أنا بنفسي عمر ما كان عندي معها حتى أي نشاط، لا مسجدي ولا حتى شيء. معناها كانت حقيقة معناها استغربت معناها وتفاجأت في نفس الوقت. تهمه بالسلاح، تهموا العائلة الكل، أنا مشاركني في السلاح وزوجي وأختي، معناها فهمت. هذيك وقتها عاد بدأت الضغط الكبير وبدأت معناها المداهمات. منية سببها معناها الوليد اللي هزيته معناها الورات الدار، هو حب يمشي وقال يمشي داري حتى على شيء صغيرة تقرأ، مشي داري حتى على شيء وجوه اللي سي هاي تعرفيش فلان، قلت لهم نعرف، هزت وريت وكهو في الليل خبطوا عليها. هي من يا اختي جت ضحية هكيك، سببها انها هي وقتها تقرا كتريا ماني سكوندير، فما طفل يقرا معانا قالها باش توريني دار واحد جارنا هو في الكبارية، قالها كانت تعرفي توريني دار، وقالت له راهو جارنا يسكن بحذنا على اساس انك واحد سالك على دار وعادي معناه. هما الله أعلم وقتها شنو اللي بيناتهم، نحنا ما نعرفوش. بعد باش عرفنا القضية وكل ما شيء من القضية، جاها يقرأ معايا، هو يقرأ معايا ومعاها ديجا فرد كلاس، جاها قالها توريني دار المرحوم سي منجي العياري الله يرحمه. قالت له ما عنديش حتى مشكلة، جا ورهت الدار وكل ما شيء. هما وقتها عندهم تنسيق مع بعضهم القضية، ولا عندهم حاجة باش يخدموها مع بعضهم، نحنا ما مشيت ورطوا الدار. في ليلتها تشد سي منجي العياري، قالوا له شدوا، كي شدوا منجي العياري قالوا له شكون جاب لك هذايا حاتم كل شيء، قال لهم راهي منيا العقيلي. نحن راقدين الصباح 6 متاع الصباح، نهارتها عنا الدفوار قاعده في الوسطيه هي تحضر وكل ما شيء، على اساس هي تلعب سبور، ماشي باش تلعب سبور، انا معفيه وقتها من سبور باش نتقابلوا من بعد في الليسي عنا دفوار. مشي الامر هكاك، نحن هكاك 6 متاع الصباح وما نسمعوا في الباب يدق بالقوي، انا دقت نعرفوها نحن ديجا دقت الشرطه، خاطر تعدينا بها في فتره سلسلاح وكل ما شيء. قمنا حسيلو انا وامي اش فما عصي واحد قول عليهم جايين يصدموا معنا على إرهابي، ولا هي طفلة قدنها كي وقت قصيرة هي حتى في القصر معناها مش شكل بدنها. حلينا الباب اشتما قال لهم حاشتنا بالبنات الزوز، وقتها أنا ومونيا خطر تقريبا نفس الاسم وأنا وياها خطر توامة وكل ما شيء. تفضلوا، قلت لهم امي، قال لهم حاشتنا بالبنات باش يوصلوا معنا الاخر النهج باش نوراهم حاجه ويرجعوا. هار لي هز فيهم منيا، جت انا بنتي بحذاها، وهي عندي بنتي تشبه المنيا بالضبط، وحاطين حشك شويه عطر شيء يقطروا فيهم، وحاطين فطور وهما داهموا عليهم ما هزوها وما دروش على هوين اكل عائله. تشوفي لك الماكله معناها مطيشه وملمومه كاكه ومبزه على بعضها، اكل القطار لامينه بكله ودازينه عن حا، وعائله تتباكى واكل عزوز دايخه والحاله حليله. وما هزوها هي بجرتها مشينا نمت، قاعد بيت عليها تمسيبها تمشوفها تمشوفها تمش السمنة أربعة وقد ظهرت ما فتح البوليس هكا وهو طول السجن مش خافوش هكا اللي جاه وشدها
معيت يمني 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 أخوتها وقال حشانيش أحشان ابني وليدات يخفى علي شوف أمك ماشا نهيك وتقول لي حاجة حاجة يتبع يا تكرتي مصر يا عبنت وتقول لي جيت تزرق جيت على حال مش علاش كيف بس وجيت بقينا معناها من البريود ذيك ونحنا نمشوا وقتها نمشوا للسسمو نحنا للجورجاني في بالنا في الجورجاني وكل ما شيء نمشوا ونجوا نمشوا ونجوا حاسيلو بقت عندهم ليلة ونهار وما عطوناش معلومات عليها وكل ما شيء هيك هاو بعدها سيبوا مني أختي ليلتها اليوم تغدوة سيبوا مني أختي قالوا لها على أساس وبعد جوها سوطت حفصة أختي الكبيرة هزتني فرقة للجورجاني جيت كرهبة هذيك فرقة عزوني بعد سلموني الفرقة بوشوشة شو عملوا معكم؟ هما ما استعملوا معي شيء في الكرهبة حتى كي دخلوا كل بادي وقال يا ما انت زوج سلاح الدين النصراوي سألوا أمي أنا نصلي في المغرب وهما سألوا أمي قال زوج سلاح الدين النصراوي بحذية قتلوا دخلوا قعدوا يستنوا فيه نصلي وكل شيء قال لي روى زوجك في بوشوشة وحاشتوا بيك أنا عارفة الموضوع عرفتهم ديم هزوا أختي وكل هزوني وكل ما الحق ما استعملوا معي حتى شيء ما دوب ما دخلت أنا طلعة في الدروج هكا ونمشي هو ضربني على رقبتي قال لي هبت راسك وما تثبت حتى في حد فمن جاي مثبت في العبيد أنا أنتم ما جبتوني لواش مثبت فيهم أنا العبيد اللي باش تحكيوا عليهم أنتم كهو دخلت أنا مازلت نمشي في الممشى وهذا واحد اسمه عبد الحميد الجوادي خرج بلغة ما نجمش الكلام اللي قاله هو أنا ما نجمش نعاود يتعفف لساني باش نعاود الكلام قال لي جايتيني بالخمار تستفزي فيا قلت له لا عندي بك سابق معرفة ولا علاش نستفز فيه قلت له هذيك لبستي وهذيك اللي لقاوني بها جابوني بها قال لي تو تنحيه الخمار هذيك وتلوحوا في التواليت قلت له انا ما نحيش وما نلوحوش ولي دلت تنحي الخمار هذيك وتلوحوا هل تتحمل مسؤوليتها قدام ربي سبحانه وتعالى عمل لي هكا نحالي الخمار وهز لوحه في التواليت هكا حطيت انا عندي بالظهر بحكم المطر تصب حطيت على راسي قال لي انا عريت لك شعرك وانت تغطي فيه قلت له مانيش غطي بشعري اما الدنيا بارده مطر تصب قلت له وانا كي نمرض ورايا ثلاثة صغار مرضى ما عنديش كون باش يعانيهم قال دي حسيلو يدعي عليهم لا يفكر بيهم ندرى شنو ندرى شنو ثلاثة صغار قال لي ما فكرتش فيهم انت وبوهم وبدي كلام مش باهي قلت لك ما نجمش نعاود يضرب فيا معناها مرة يضربني على خدي بالبونية هكا مرة على رقبتي مرة على راسي وفي يده لوحة مرة يضربني على ركبتي حسيله كل مرة وفي الأخر أنا هو وقت يضرب فيا هو واحد أنا ساكتة ما تكلمتش يتكلم هو يسأل فيه جيب لي صحاب راجلك شكون وفي الأخر قال لي الاخر حد يقول له قال لي والله هذي متاع الداخلية قال لي والله قسم ثلاثة مرات قال لي لكن مش عليك الزوز صغار مرضى انت وزوجك انا نذبحكم بيدي بالسكينة قال لي نشرب الدم متاعكم قلت له انا حسب على روحي انا ما عملت شيء وحسب لي نعلمه على زوجي ما عملت شيء اذا كان انتم ما تحبوا تذبحوا اذبحوا وتحملوا مسؤوليتكم قدام ربي خرج لي واحد منهم قال لي جيب لي كيس فريز هكا قال لي اشربوا قلت له لا نشرب شيء قلت له ما نجمش نشرب قال لي شوف وجهك كيفيه انت عندك صغار عندك ثلاثة صغار منهم زوج صغار مرضى وشكون باش يعانيهم بو في السجن وانت قلت له مادامني باش تعدي للسجن ليهم ربي سبحانه وتعالى هو اللي يرعاهم وهو اللي قال لي بيناتنا هو وقتها قال لي اسمع بنيتنا جيت تليفون ما كيفاش تقعد ما كيفاش تبيت اشرب كيس الفريز قلت له لي قال لي عليه خايفه لا نحط لك فيه حاجه قلت له لي مانيش خايفه ماني ما نحبش نشرب شرب منه هو شويه وقال لي ها باش ما تخافش اشرب قال لي كنت ترى وجهك كيفاه وانا من قبل من الليل ما شرب انا بصراحه استعملتها ما كليت شاي ما شربت شاي بصراحه قلت باش كي هما يضربوني انا نهبت في غيبوبة
مش مليش بتحط حد. هذيك اللي جا في مخي انا استعملته، سلاح اللي استعملته ونويته. يعني تصور انت من الليل ما تعشيتش، وغدوه نهار كامل ما كليت حتى شيء، قعدت الليل الماضي ساعه وانا ما كليت حتى شيء. قلت باش اذا كان هما ضربوني ولا حاجه، معني انا كنت في غيبوبه مانيش بتحط حد. قال لي عاد هو يخسر، يقول يخسر وجهك، اشرب كاس الفريز وكل. يا اخي قلت له انا اللي من مشي يجيب لي باكو حليب سكر. قال لي ريتو يمس فيه هكا، قال لي ريتو حتى باش تكون زرقنا فيه ولا حاجه، مسه بيدك ما فيش حتى نقبه. قال لي والله راك باش تروح. قال لي اما هذيا بيناتنا، قال لي راك تتكلم وتقول معناها اللي انت في بالك، اللي انت باش تروح تحمل مسؤوليتك. على ما معناها الاخر تخفت، ومعني مش على اولادي وعلى فهمت كها. عطيني كل حليب شربت منه شويه وكل، قلت له الحمد لله كها. وهزوا روحوا بيا ماضي ساعه تعلي. جابوا طاطا في ليلتها، وعلى اساس انهم اليوم تغدوا التسعة باش يجوا يهزوا، يعاودوا يهزوا اختي الكبيره حفصه هذيا. لا بالعكس، جو هزوا منيا، هزوا منيا في بالهم امي باش نعناه باش يهزوا يحقوا معها ويرجعوا. من نهار اللي مشيت نهارتها هزوها، ما عرفناش عليها حتى شيء، معناها بقيت شهرين ما نعرفوش عليها. حتى كي نمشي ونسالوا كل شيء ما حبوش يعطونا عليها حتى معلومات. هاو للي نهار سمعنا اللي هما باش يعدوها للمحكمه. نهارتها مشينا وكل ما شيء نلقوه، معناها نلقوه هي وعندها زوز زميلاتها اخرين هزوهم الكباري وكل شيء. حكموا عليها هي بعامين اصلاحيه، خاطر وقتها مازالت صغيره، حكموا عليها بعامين اصلاحيه. عدتهم وكيفاش عدتهم عاد معناها الحمد لله انهم تعداوا كل ما شيء. وصاحهم وشدوا واش اسمه في شدوا زارت بالسبت، وهوني زارت بالسبت، واللي خليني انا بري لازمني نهار نمشي للمية غاديك نهار فيني نلقى في حالة مشوت. مش فيك؟ قلت لي يا رب. قال لي الكوزين حركته، ها؟ قال لي الكوزين حركته. واحد تنقول أنا ما وقتوش. قلت هك شوية فليس في حالة. كيف استحرق الكوزين؟ قلت لي والله لا عندي على خبر ولا عندي على شيء ولا حركته ولا عملت تحت شيء. هك ووضعنا غدو مشي يدوني داخلي بعد تاكلية طبالت مشي يدوني تغدو على أخوها أختها نهار السبت زين. قال بلا مدهم الداخلية وضرب ضرب المازري كله من خاطي. أنا كملت فترتها فترة الواحد بالسيف، الحكم بالسيف، وزاد كي خرجت البرة معناها كلي تعبوها أكثر 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 في حكاية المشي والجاي وحكاية المراقبة الإدارية وحكاية أي حاجة تعملها ريتي، أي حاجة تعملها لازم بالاستشارة منهم هما. معناها تعبت 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 وخرجت من صحية مريضة، خرجت عندها أزماتيك، هي توا حاليا أزماتيك، تستعمل في الفشفشات بصفة غريبة، تاخذ في دوايات معناها بصفة غير طبيعية. كي خرجت بطبيعة حال من برج الرومي باقي خرجت ومانيش مصدق اني باش سايبوني خو، ربما باش نوصل الباب يقول لي لا ارجع، كما عملوا برشا اخوه يوصل الباب يقولوا لا راه عندك قضيه. خرجنا وقتها كانت حتى المعامله تغيرت، تصور انت معناها اعطونا تفضلوا صليوا سبحان الله، قلت لهم الغادي شيء توليتوا صليوا تفضلوا صليت كل شيء. بعد ما خرجنا من الباب خلونا تتصلوا باول منطقه تاع تاع بنزرت غاديكا، ومن بعد بعد ما خرجنا من المنطقه تاع بنزرت اول حاجه كي مشيت باش ناخذ وسيله النقل هزيت الهاتف معناها طلبت العائله. تفاجئوا هما، يظهر لي بنتي هي اللي هزت التليفون. كي هزيت الصوت عرفته، كي قال الو السلام عليكم عرفته، اما مش مصدقه فهمت، خاطر ما كانتش تعدت العوام وكل عام يقولوا لي هاو العفو هاو عبيد باش تخرج يعني ويمنيونا، ولو انه امي كانت تهدينا اكثر ما يمكن، خاطر تعرف اللي هما يعملوا في حرب اعصاب يحبوا
فهمت؟ كلم مانيش بالحق مأيسين، ما كانش البنا انه بابا باش يخرج في عاف. قلت لك يا هزي، قال لي معاك سلاح. قلت له شكون سلاح؟ قال لي سلاح النصراوي. وليد نسيح بابا بابا بابا، ما جات تجري من الكوجينه. قلت لي شبيه بوك؟ هي مسكينه تفاجات. املا بابا في التليفون وقتها باش هي خذت عليا تليفون. خرج مصدوم، معناها برشا حاجات، تخلى شيء وضع ولقى وضع واحد اخر. خرج مريض، راسه يوجع فيه، ما ينجمش حتى، معناها بدنه ما يساعدوش باش يخدم، معناها تعب. تو حالته الصحية شوف كي ماهوش شاد الفرش، ولكن عنده راسه كي يتحير عليه ويبدا يوجع فيه. معناها صدقني نقول هذه اللحظات الأخيرة، يبدالك قلت لك يقعد بالسبع أيام في الفرش، صح؟ من يبدا 3 أيام هذيك يبدا يرد. التوا كي تشوفه تقول إنسان عادي، أما وقت والذاكرة هذيك منها منهار تو شنو نوصيه؟ معناها باش يقضي لي قضية ما عند العطار ولا يقول لي خجر، ما أكثر من حاجتين يلزم ستيلو ورقة. قول ما نجمش نشدك نار. قال لي بنت الناس راني عايش معاكم بربع مخ، تفهميش معناها عايش بربع مخ معاك. بالنسبة لزينب بنتي، معناها الحالة متاعها تمشي وتسوء أكثر، تمشي وتسوء أكثر، خاصة معناها فترة عامين التلانين تقريبا، معناها بحكم معناها قلة الرعاية، ما عدناش، ما ثماش إمكانيات باش نجمو نعالجوها في مستشفيات خاصة ولا باش نبعثوها لبرا، ما ثماش إمكانية. فهم شنو كانت معناها الشيء الأساسي هو المستشفى، نهزوها معناها معدل مرة في 3 أشهر، وكانوا اساسا شو يعطوا فيها؟ معناها حرابش وزرارق كلها نتاع فيتامين، ما ثماش حاجه نتاع علاج ولا مسكنات تشدها سخانه ولا حاجه كما ولا كحه، معناها زرارق باش ينحيوا لها الحاجه هذيك. معها هي معناها عندها الاعاقه، عندها ضعف المناعه، معناها ضعف المناعه. مثال احنا نمرض قريب في الجمعه، هي تمرض 3 جمعات، فهم شنو؟ بقات كما كانت تعاني حتى للعامين الاخرانيين بكل. حسيتها معناها تعبت بكذا. 8 أشهر الأخرانيين عملت شوت، ولت معناها ديما راقدة، كان ديما تقرأ القرآن، ما عادش نجم تقرأ القرآن. تصوري وصلت لحد كي تدخل للبيت تقولها السلام عليكم، ما عادش نجم باش ترد عليك السلام، ما عادش عندها قوة. الماكلة نقصت الماكلة، ما عادش تاكل الماكلة. معناها ولينا احنا نحاولوا كما قلت للدكتور، قلت راني أنا ما نجمش نشوف بنتي كما كاكا، معناها خليت تشوف. أنتم ماكم تحاولوا باش ترضيوا ضميركم، هزوها للمستشفى ورجعوها، راي الحاله نتاعها تمشي ماشيه وتسوء اكثر. زينب قبل نعقل عليها، كانت تنجم مثلا تاكل واحد بشويه بشويه، ما عادش تنجم، حتى القعاد سقيها مشي ويتعوج، وفهم كيفاه. وكهو مع هي الذمور هذيك سبب لها نوع من النقص في المناعه، فهم كيفاه. ومع اللي هي ماهيش محاطه صحيا كما ينبغي، سبب اللي هي المرض اللي تمرض، وحتى يعني قريب صغير اي حاجه ما تبراش منه، خاطر ما لقاتش الرعايه الصحيه اللازمه، ما عندناش الامكانيات، ما عندناش محاطين، يعني ما عندناش كارنيه، ما فهم كيفاه. نظرا للتضييق اللي يعني تي ساعات حتى انت باش تمشي للطبيب بالفلوس ولا حاجه يعني يتحرج انه باش يعدي لك، فهم كيفاه. مشيت انا المستوصف للطبيبه، يرحم والديها ان شاء الله هذه دكتوره مدام عجمي، قلت لها تعطيني جوي باش نهزها للسبيطار. قلت لها ما جيتش باش نعدي لها. عطاتني جوي للسبيطار شرنيكول مشابوها باش ياخذ لها موعد، قالوا له لا هزها للياسمينات. هزيتها للياسمينات، قالوا شرنيكول، قالوا نهزوها للياسمينات من غير موعد. كي هزيناها وهي تعبه بالقدا، قالت استني والطبيبة تجي العشرة، احنا 8 متاع الصباح غادي، قالت استني والطبيبة تجي العشرة والموعد بالشهر. يا اخي وليت ملينا دورنا الاستعجال، معناها غاديك متاع الياسمينات بالوقت عملوا لها تصاور على درها ودخلوها تحت الاكسجين، ومعناها قاموا الحق بالواجب
بعد بعثوني لريانا من 8 احنا غاديك حتى الاربعة ونص. انا بحكم بوها في ساعة ما يتعب وكل شيء كل شيء جيت تحكيت لحداش قلت له امشي روح خاطر كيما يرقدش في النهار شوية ولا ما ياكلش ما ياكل ولا معناه بدنه في ساعة ما يتعب متحملش خاطر قلت ان عاني زين بخير من زين عاني بوها مع بعضهم ما نجمهمش الزوج واحد في الدار والاخر في السبيطار هكا هاو بعثوني لريانا دخلت في حالة الكوما قعدت فيها 16 يوم غايبة على الوعي أنت طب باش يقولوا عليها يقولوا لها بالحق نمشوا بحذا زينب تعلمنا الصبر بالحق لها بنتك عمرنا مارينا طفلة في عمرها هي صابرة تقولي لها شنحوالك زينب هي في حالة تصوري أنت تعبة تعبة على الأخر تقول لك الحمد لله الحمد لله تصوري أنت زينب في الحالات اللي هي مريضة فيها كي يقول لها راه ثم باش يمشي الاعتصام تقوم وتكابر والله اخر مره تصوروا هزيتها معايا فرشنا لها جرايه رقدت فيها معناها تابع ما عادش نجم باش تبقى اربع ساعات وست ساعات على الكرسي متحرك عاده تلقاها معناها تحيه في الاعتصام وتبدا تتكلم وتتفاعل والاناشيد وتبدا تصفق معناها تلقى روح اخرى تقول لي هزني نحب نمشي للاعتصام يا بنيتي هاك مريضه هاي ما تنجميش تقول لي مثالش اللي الفتره الاخرانيه معناها سلمت ما عادش عندها قوه ضعفت تماما ما عادش نجم باش بعد نقلوها للحبيب ثامر في قسم الانعاش ما عادش خليوني عاد وقتها البيت بحديها وكنت نطل عليهم البلارة قعدت 16 يوم في الحبيب ثامر في قسم الانعاش اخر نهار معناها باش تموت فيه والكل سالت الطبيبه قلت لها انا راني طليت عليها زينب جيت معناها حالتها تعبه والكل قالت لي تحبش تقعد بحذايا قلت لها ماذا بيا انا من نهار الاولين قلت لكم كها دخلت قعدت بحذايا حتى 10 متاع الليل 10 معناها بديت في النزعات الأخيرة وكل عيطت أنا للفرملي الحق هو يمشي ويجي وكل الطبيبة زيدا عيطت له قلت له خذر بنتي رافيها ماهيش قلت له أنا حسيت توهي في اللحظات الأخيرة قلت له تنحي لها باش تشربها الماء قال لي ما دام أنا ما نجمش نحي لها الوحدة الجعبة من فما حتى تجي طبيبة قلت له عيطت لها تنحي لها ولا أنا باش نحي لها نشرب بنتي الماء قلت له ما عادش فيها توا وجيت عدت بيبا نحت لها شربت الماء وغمضتها الحمد لله قلت الله أكبر إن لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وهذيك انتهت حياة زينب ربي إن شاء الله يرحمها إن شاء الله ربي يجعل مثواها الجنة شنو ممكن ربما انا معناها من الناس اللي ظلموا كل شيء ممكن اكبر حاجه اللي فرحت بها هي اني حر اكثر من هذا تقريبا ما ريتش حاجه اخرى اول حاجه انا حبيت على الشغل الخدمه اهم حاجه عملتك المطالب نتاع العفو كل شيء اخذت ورق هذوك وقدمت مطلب معناها قدمت الملف كامل لحكايه الانتداب المباشر اخر مره انا حبيت نعمل احاله لبنتي فداء يعني كما تعرفين متخرجه انجينير تيليكومونيكاسيون وعانى سنه ثانيه ماستر فهمت شنو عملت لها لهيه تنازل لهيه رجعوا لي تاع حكايه 10 ايام التالي قالوا لي لا راه مش ممكن اللي باش يعمل تنازل يا يعني يكون متوفى ولا يكون ريتريتي ولا يكون معناها عنده عجز سام وهذا مش متوفرين فيك فهمت شنو قلت راني انا بالنسبه للخدمه ما نجمش نخدم راهو عندي شقيقه هذه معدل تقريبا كل شهر معناها معدل في كل شهر مره معناها مره جيني ثلاثة ايام مره جيني اربع ايام خمس ايام فهم شنو حاصل رجعت لهم المطلب ووعدوني بالنسبه واحد مكلف بالاتصال
معناها بالناس في الحكومه قال يروا فهمنا معاهم انه 55 عام التقاعد معناها باذن الله راهي بنتك تو تخدم ومازلنا ما خذيناش حتى اجابه بالنسبه للمساله حب هذا اللي صار علينا الكل ندونه في التاريخ باش ما عادش يتكرر وباش يقعد لحفاه ولادنا واحفادنا باش يعرفوا والديهم شنو عاني وشنو اللي تعدى عليهم ونحبوا الناس الكل اللي يتشدقوا توا يقولوا بقديش كيلو نضال لو كان جاو يعرفوا لو يعطيونا الدنيا الكل تعوض اجتمعت ولد على ابوه ولا بنت على ابوها وهما في سكرة الموت له عندي سرورة سارة هذي بنت أختي توفيت وقت اللي مرضت أختي في إيطاليا هي عايشة عندها وليد وبنية وقت اللي مرضت أختي وريقتها في السبيطار والكل كلمتني قالت لي نبعث لك بنتي قلت لها مسيرش بعض بقات عندي شهر وتوفيت قعدت عندي كلي احنا خلينا الكفيلة نتاعها وكل خاطر أبوها تو عايش رغم عايشة في إيطاليا والكل لكن هو بيدو ظروفه المادية بطل وكله ظروفه المادية تعبة وكل أخي احنا خذينا الكفيلة متاحة ماني عايشة عنا وكله والحمد لله ما شاء الله عليها تحفظ القرآن والأحاديث ما شاء الله ربي شاء الله يبارك فيها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف مولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعاني والله سيرعاها. يتطفل الماضي على الحاضر، تتمرد الذكريات بين الفينة والأخرى، فتتدفق الصور المريرة تعج بها الذاكرة تماما كتلك المشاهد العالقة بذاكرة صلاح الدين النصراوي وزوجته حفصة عقيلي اللذين عملا جاهدا على نسيان المكان وتناسي الزمان، لكن وجع الغياب طرق بابهما على حين غفلة. يد زبانية بن علي امتدت إليهما فزجت بالأب والخالة خلف القضبان ودفنت الشقيقين تحت التراب. ما من كلام أو وصف لهؤلاء الفراعنة سوى أن اللا إنسانية ذاتها تستحي حين تنسب إليها أساليبهم. حق هؤلاء الأفراد وغيرهم ممن نكل بهم وبذويهم لم يسترد بعد. تخاذل وتأخير في تناول ملفاتهم وفي تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام، ذاك هو امتنان الدولة لهم. لماذا وإلى متى يتواصل تهميش ملفات هؤلاء الذين يقدر عددهم اليوم بحوالي 30,000 سجين سياسي؟ سيدتي سادتي، حكايتنا اليوم انتهت، لكن حكاية ديواني لم تنتهي بعد، فرحلة البحث عن جرائم الطغيان ومخلفاته لا تزال متواصلة. سنكون معكم الأسبوع القادم إن شاء الله رفقة ضيف جديد، انتظرونا. دمتم أوفياء لقناة القلم، وإلى اللقاء.